السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعرف أنواع وفئات الريال القطري. أول حاجة معانا 25 درهم، زي ما انتو شايفين السفينة بتاعت قطر من الظهر، و25 درهم من الوش. بعد كده عندنا اهي دولة قطر، دي 50 درهم، 50 درهم قطري، دي النص ريال، وادي من ورا 50 درهم قطري لونها فضي. بعد كده ال1 ريال قطري الورقي، ده شكله لونه أخضر، 1 ريال قطري، ودي صورته من الخلف، صورة عصافير. بعد كده معانا ال5 ريال قطري، ورقة لونها أخضر، شكلها جميل جدا طبعا. بعد كده الجمل من الخلف، الجمل شعار ال5 ريال قطري. بعد كده عندنا العشرة الجديدة، مرسوم عليها علم قطر من الوش، ومن الخلف استاد من استادات كأس العالم. اهو ده منظره، الاستاد اتلعب عليه النهائي. بعد كده عندنا فئة ال50، 50 ريال قطري، دي الجديدة اصدار 2022، فيها العلامة المائية الزرقاء الجديدة. وادي من الخلف ال50 ريال قطري، شكلها ممتاز جدا بلونها الأحمر. بعد كده عندنا 100 الجديدة، لونها مايل للأخضر الغامق كده أو أزرق، شكلها جيد جدا. وادي من الخلف شكل 100 ريال قطري. بعد كده عندنا من أكبر فئة العملة القطرية، 200 ريال، لونها مايل للأحمر أو البرتقاني، وادي شكلها من الخلف روعة، شكلها حلو جدا. واخر حاجة معانا واكبر حاجة هي 500 ريال قطري، دي اكبر ورقة عملة في دولة قطر، شكلها من ورا الصقر القطري المعروف. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الفئات، شكرا لكم جزيلا.